حياكم حجي مستر مواتر. احيانا اجمل الاشياء في الحياه بتجي بالحظ، بتتعرف على شخص بالحظ، بتجيك فكره او اختراع بالحظ. اليوم في عندنا سياره تواجدها الان بالسوق عباره عن حظ، وهذا حظ سعيد صراحه. تويوتا زي ما بتعرفوا دائما بيشاركوا بسباقات الرالي. للعام الجديد قررت تويوتا تستخدم سياره ويطوروا سياره جديده بالكامل. القوانين تاعت الرالي بتنص انه لازم هاي السياره تكون انتاجيه للشارع، فقالت تويوتا اوكي ما عندنا مشاكل، بنسوي سياره خاصه للشارع عشان نستخدمها بالرالي. جابوا الجي ار يارس، طوروها، حطوا عليها كل الاشياء اللي هم محتاجينها في الرالي، وفي النهايه بسبب الوباء وبسبب المصايب اللي صارت بالعالم اتكنسل موضوع الرالي واستمروا على السياره القديمه. ولكن لحسن الحظ مشروع سيارة الشارع ما تكنسل، فصار عندنا التويوتا يارس الجي ار، سيارة الرالي اللي فقط الآن موجودة على الشارع. نفس فكرة المتسوبيشي لانسر ايفو والسوبارو دبليو ار اكس، اليارس الجي ار هيك، بس هون اليارس الجي ار يعني هي يارس فعليا فقط في الاسم، لأنه كل شيء فيها للسيارة مختلف عن اليارس اللي بتعرفوه. فعليا الأشياء الوحيدة اللي مشتركة مع اليارس تبع الشارع هو الإنارة الأمامية، المرآة الجانبية، الأنتنة اللي على السقف، والإنارة الخلفية فقط. كل شيء ثاني بدأوا عليه من الصفر. أصلاً حتى شوف السيارة هاي بابين فقط، اليارس ما بيجي بابين. الشاسي اللي على السيارة مختلف عن شاسي اليارس. شو سووا؟ الجزء الأمامي من السيارة حاطين عليه شاسي يارس، الجزء الخلفي فيها حاطين عليه شاسي من الكورولا، فخبصوا الدنيا ليعطوك هاي السيارة اللي هون. مقدمتها للسيارة مثلا كل شيء عليها مختلف، واجهة يارس ولكن بتحس حد استفزها للسيارة. شوف قديش ضخم هون الفتحات والتنفس اللي عليها، وعلى فكرة يعني حاطين لك هون فتحات للرادييتر والانتركولر، ولكن عندك مربعات على الجانب. هذا المربع اللي هون شغلته أو وظيفته فقط يدخل هواء لتبريد المكابح الأمامية للسيارة. حتى شوف البادي تاع السيارة، الفندرات زي ما قلنا مختلفة وعليها تنفيخات ضخمة. شوف قديش هون معرضة، بس التنفيخة الأضخم هي هون بالخلف، بتحس بادي أو مؤخرة خارجة عنها للسيارة. وشوف التنفيخة الأمامية كيف فاتحينها من هون، الفندر مستقيم بعدين من هون بيفتح عشان الإطار يطلع الهواء ويكون ما عنده عائق للايروداينامكس تاعت السيارة. حتى اصلا ارتفاع السيارة مختلف عن اليارس العادي، السقف بتشوفه كيف من الخلف هون مخسوف، السيارة كلها منخفضة اكثر. اليارس العادي فيها ارتفاع كرمال المساحات الخلفية، ولكن هون مش فارقة معهم المساحات الخلفية، هون المهم الرالي والقطع الإضافية اللي حيركبوها بالرالي. ولأنه سقف السيارة نازل بهاي القوة نتج عندك نافذة كثير صغيرة، شوف حجم ايد النافذة الخلفية، وهاي النافذة طبعا مركبين عليها جناح بحجم مش حجم رالي، حجم مناسب للشارع. بس عندك الإنارة الخلفية مع الصندوق الخلفي بتحسه كمان بشكل لك هون جناح ثاني بالسيارة، بس طلعوا عليها وعلى تخصيرها من الخلف، يعني بتحس في سيارتين راكبين مع بعض. السيارة الواقعية تنتهي هون، ولكن عندك سيارة ثانية داخلة فيها تنتهي هون، يعني بتحس السيارة مسوية عملية تجميل، نافخة مؤخرتها حاطين فيها فيلرز وبوتوكس ليطلع عندك هذا الشكل. صراحة الشكل وحش من الخلف، وأجمل ما فيها قديش الأوفر هانج الخلفي صغير، يعني خلف الإطار فعلا ما عندك غير يمكن 10 سنتي سيارة. طبعا كل هالتغييرات والتعديلات اللي سوتها جازو ريسينج عن تويوتا المالك قال لك لا ما اكتفى، هاي مش كافية، بده يسوي عليها تعديلات أكثر. المالك على فكرة هو نفسه بنفس هذا المكان صورنا الأودي آر 8، مين مذكر الحلقة؟ طبعا هذا حساب المالك أمامكم على الشاشة، والله هذا الإنسان يعني مجنون شيء اسمه سيارات وتزويد. شكرا على فرصة تصوير السيارة. إذا شو سوى المالك عليها؟ سقف السيارة بيجي عليها للجي آر يارس كاربون فايبر، ولكن الطبقة الخارجية عبارة عن كاربون فايبر ستيكر. لما المالك شافها ما عجبته، قال لهم شيلوا الكربون بالكامل وحط عليها فورجت كربون شبيه بالكربون اللي بتشوفوه على سيارات لامبورجيني، وهذا كربون واقعي على فكرة. أيضا المالك حط عليها هاي القطعة الإضافية على الجناح،
وأجمل ما سوى فيها هون بالخلف هي هاي الفتحات اللي من عند TRD. على فكرة هاي الفتحات عملية، ها مش منظر. أصلاً السيارة من الوكالة فيها مشكلة، لأنه هون معرضة ومنفخة، حتصير تعمل زي الباراشوت، الهواء اللي حيدخل من الخلف ما حيخرج، حيعلق فيها. فالمالك سوى هاي الفتحات عشان الهواء يطلع ويصير الايروداينامكس بالسيارة أفضل. ومن أجل الايروداينامكس أيضاً حتشوف هاي الشفرات اللي هون، عشان المقياس بس أكبر من تليفوني، كمان هاي الشفرات معمولة من الفورشت كاربون، اللي هو كاربون شبيه بالكاربون اللي على السقف، وهاي للداون فورس. وأيضا حتى هذا السبتر كامل من الأمام من عند TRD كمان من أجل الداون فورس. وحتى على الجانب مركبين كمان سايد سكيرتس إضافية على الجنب، المالك بده يجيب أحسن وقت ولهيك مركب عليها كل هاي القطع. كمان الرنجات اللي عليها مبدلة، الرنجات اللي هون من شركة ريز جدا خفيف وزنها، هاي مونوبلوك وزنها يمكن 3 أو 4 كيلو. كمان المالك مكتفى. البريكات اللي عليها للسيارة مبدلة أيضا، مع أنه البريكات تاعت الوكالة تاعت GR قوية، لسه حسنها بزيادة. وتخيلوا لسه ما خلصنا، نظام التعليق عليها للسيارة بالكامل متبدل. مستعدين للمفاجأة؟ حتتفاجئوا لما أفتح الصندوق الخلفي. شوف وين أبدأ يعني. طبعا الكراسي التغت بالخلف لتخفيف الوزن، بدل الكراسي حاطين عليها هذا الستراد بار اللي هون عشان ثبات السيارة، عشان الهاندلينج. ولاحظ عشان نظام التعليق السيت اب اللي هون كثير جميل والله، بتحس الوكالة مسوي هذا الشغل قد ما هو نظيف. طبعا الشباب من ميشن موتور سبورتس ما قصروا. بعرفكم بتحبوا الأرقام، ما حاعطيكم أرقام بالتفصيل، بس كل اللي فيني أقولكم إياه أنه التزويد اللي عليها كلف تقريباً أكثر من سعر السيارة. تعالوا نشوفها من الداخل. هتشوفوا في الداخل كمان المفاجآت اللي هون، الكراسي المالك بحب الباكيت سيتس عشان تمسكك على الحلبة، عليها كراسي سباركو وحجمها صراحة يعني غير أنه الدخل شوي بتحسها صعبة، بس لما تدخل وتجلس فيها للكرسي كثير مريحة. كمان حتلاحظ هذا الاختراع اللي هون، حاطط عليها جير شيفتر، اولا مرتفع اكثر فمكانه كثير قريب من الستيرينج، وثانيا شورت شيفتر، فلما انت تغير الغيار حتكون كثير سهلة عليك، فكمان هذا بحسن من الازمنة على الحلبة. طبعا حتشوف كل ميكانيك الجير ظاهر عندك هون، بس الفائدة اللي لقيتها كمان منه اثناء القيادة انت وعم بتسوق، لما تيجي تستخدم هاي الشاشة اللي هون بتحط ايدك بهذا الشكل تستخدمها بشكل مرتاح، فطلع له وظيفة تانية غير الأداء. طبعا حتلاحظ كيف الشاشة هيك مرفوعة من هون عشان يعطوك فتحات التكييف ويحطوا لك مكان للتخزين. بس عملية رفع الشاشة ومكان المرآة صغر الرؤية بشكل كبير، طلع عندي رؤية بس من هون، كثير الرؤية محجوبة من المراية، لازم شوي المالك يزودها ويلاقي طريقة يثبت المراية بمكان أعلى. صح الداخلية كثير بسيطة كلها بلاستيك وهيك، ولكن الأمور اللي بتعمل فرق رهيبة. الستيرينج اللي عليها بسيط بس والله فنان. ليش ما حاطين نفس الستيرينج على التويوتا السوبرا؟ ما بعرف، ستيرينج أحسن بألف مرة، حجمه قبضته سماكته رهيب الستيرينج اللي عليها. غير الستيرينج كمان قبضة الهاند بريك رهيبة، قبضة كتير حلوة. وحتشوف هون البلاك تاع جي آر دبليو آر سي اللي هو الستيكر تاع سباقات الرالي. تقريبا كل شيء عليها للسيارة غير تقليدي، بس بعرف انكم طماعين وبدكم اشياء اضافية غير تقليدية. بعض الاشياء اللي لاحظتها هون لما تطلع فيها للسيارة، بتعرف الايام قليل جدا تلاقي سيارة مانيوال، فلما تطلع فيها بدك تشغلها، عشان انت لما تكون ناسي كيف تشغل سيارة مانيوال السيارة حتقولك، حتذكرك، بتفرجيك شو الخطوات اللي لازم تسويها لتشغل السيارة. معلومة غير تقليدية عليها لليارس جي ار، البريكات. البريكات من الوكالة اللي عليها من عند الجي آر حجمهم كثير كبار، حجم البريكات اللي هون تخيلوا أكبر من حجم بريكات السوبرا، وأكبر من حجم البريكات اللي على التويوتا لاند كروزر، على السيارة أقل من نص وزنها، فالكبح حيكون رهيب لما نطلع نجربها. بدي السيارة الأشياء بتتحرك كلها ألمنيوم، بس الأشياء زي البامبر زي الأشياء الثابتة في استخدام لبلاستيك من عند تويوتا، عندهم تسمية لإلها، ولكن اللي بيعطيك إياه هذا الشيء وزن خفيف. طلع كيف كلها عن جد
بتحس قطع من البلاستيك. وشي غير تقليدي حتلاحظوا هون هو إنارة السيارة. هلأ اليارس العادي الإنارة كلها مستمرة في المكان الوسطي، ولكن هون ما بدهم، خلص كفاية هالإنارة. هاي القطع بلاستيك، وشوف كيف سووها على شكل إنارة ولكن ما فيها إنارة. أتوقع لو بعمل لونها أسود هتفهموا أكثر كيف المفروض الإنارة تكون. هلأ في مكان الإنارة حاطين لك هون شعار جي آر يارس الغير تقليدي أيضا، لأنه كلها زوايا وبرمات وهيك، ما في مكان للشعار، فالشعار محفور داخل البادي. شو بيعني هذا الشيء؟ لو حبيت تلغي شعار جي آر يارس حيظل عندك حفرة بهذا المكان. طبعا حتلاحظوا أيضا عليها شعار جي آر 4، لأنه هاي السيارة دفع كلي للعجلات. أسواق اليابان في جي آر مش دفع كلي، جي آر فقط دفع أمامي. وآخر معلومة غير تقليدية هو طريقة صناعة هاي السيارة. هاي مصنوعة بنفس المكان اللي كانوا يصنعوا فيه اللكزس LFA. هاي السيارة هاند ميد، صناعة يدوية. صناعة هاي السيارة اليارس تاخذ 10 أضعاف الوقت اللي صناعة اليارس العادية تاخده، لهيك سعرها للسيارة أغلى بكثير من سعر اليارس. طبعا شيء المالك مسويه ونسيت أذكره هو الإكزوست والإنتيك اللي عليها. خلينا نسمعكم صوته للإكزوست لتفهموا شو مسوي. طبعا المالك مبدل الإكزوست اللي عليها، مبدل الإنتيكس، مبرمجها، فالصوت حيكون مختلف عن صوت الستوك. اسمعوا صوتها. مستحيل تطلع وتسوق السيارة، اسمع، مستحيل تطلع وتسوقها بدون ما ترسم ابتسامة على وجهك. والله والله الشغل اللي مسويه أحمد شغل فاخر. أول نقطة بدي أحكي عنها أنه لأنه السيارة مبرمجة، هتلاحظ كل أنظمة الأمن والسلام اللي فيها، تثبيت السرعة، المحافظة على المسار، كله ودع. هتلاحظ هون الأررز اللي طالعة، التراكشن دائما مفصول فيها، وهذا اللي بدي إياه المالك. هاي السيارة معظم استخدامها على الحلبة للسباق تايم أتاكس، وعم بشوف فيها أرقام حلوة، فأنسى شيء اسمه أمن وسلامة أو راحة فيها للسيارة. اسمع الفرقات اللي بتطلع أصلا. الكراسي اللي عليها جالس أنا فعلا جالس على الأرض، والله حاس حالي جالس على الأرض مش على كرسي. هلأ مريح من ناحية إنه بيمسكك في مكانك، بيعطيك ثقة أنت وعم بتسوق، بس كثير جامد. واللي أجمد من الكرسي هو نظام التعليق اللي عليها، نظام التعليق لأنه مبدل وما فيه adjustment تخليه لين أو تخليه قاسي، نظام التعليق دائما قاسي، فجامد شوي السيارة سواقتها على الشارع، ولكن هذا بيعكس عنده شيء إيجابي على الحلبة من ناحية الثبات. وضعية القيادة، أنا عم سوق، الوضعية جيدة، الرؤية كثير حلوة، الكرسي شوي مرتفع، حتى كرسي الوكالة مرتفع، بيعطيك رؤية كاشفة عن الشارع. العائق الوحيد هو هاي المراية اللي هون شوي قريبة من الشاشة وبتسكر عليك الرؤية، بس غير هيك الرؤية كثير جيدة فيها للسيارة. وشي تاني لاحظته أنا وعم سوق هو عجلة القيادة، الكرسي شوي رايح على اليسار، عجلة القيادة شوي على اليمين، فما بتحس إنه أنت سنتر بالضبط. بس هذا الشيء جيد ليش؟ لأنه عندك الستيرينج قريب من ناقل السرعات، قراب من بعض، لما تحرك إيدك من هون لهون الموضوع حيكون كثير سهل. واللي بسهل هذا الشيء أكثر إنه المالك مبدل الشفتر اللي هون، حاط عليها هذا اللي بتشوف كل الميكانيك تبعه ظاهر عندك، بتحس عن جد سيارة سباق، طوله أكثر، فعمل جدا أنت عم بتسوق بتغير بسرعة، فما بتحس إيدك ضاعت أو ضيعت أي وقت أثناء القيادة. طيب شو المحرك اللي عليها؟ المحرك كمان أبدعوا فيه تويوتا، هذا محرك 3 أسطوانات 1.6 لتر، وهذا هو أقوى محرك 3 سلندر في العالم. قوته 260 حصان أو 270 حصان، ولكن مع التزويدات اللي مسويها المالك
يمكن زايد 20 أو 30 حصان فيها للسيارة. هذا الشيء حيعني لك وحتفهمه أكثر لما تقارن بشيء ثاني. مثلا الجولف جي تي آي، هون عندك سلندر أقل من الجي تي آي، عندك 20 حصان أكثر من الجي تي آي، وعندك 200 كيلوغرام أقل وزنا من الجي تي آي. اللي بميز هاي السيارة مش سرعتها ولا تسارعها، اللي بميزها هو إمكانيتها على المحافظة على سرعتها. كثير سهل السيارة بالسرعات العالية، لو حلبة مثلا فيها كلها لفات ومنعطفات صعب جدا سوبر كار يضل معاها للسيارة، قد ما هي هيك مشاغب مشاكس صغير. طبعا دفع الكل اللي فيها كمان ذكي، عندك هون زر وضعيات قيادة، هذا الشيء بينقل القوة للمكان اللي بدك إياه. بدك السيارة دفع أمامي أكثر من الخلفي، خليها على النورمال. بتحطها للسيارة على السبورت، حتصير السيارة مشاغبة، 70% من العزم حيروح لورا و30 للأمام. بدك تدخل تراك أو رالي أو أي شيء، حطها على التراك هون، حتصير السيارة 50-50 دائما. فعندك اللي بدك إياه بيعطوك إياه. بس اسمع صوت الإكزوست بفرقع، اليوم ولد صغير. المتعة اللي هون ما بتلاقيها ببعض السوبر كارز هاي الأيام. السيارة ايضا كثير خفيفة، اليارس اوريدي خفيف، الجي ار يارس 1280 يمكن، ولكن المالك شايل كثير منها اشياء ومخفف الوزن، فوزنها ولا شيء السيارة. مع هاي القوة الباور تو ويت اللي فيها رهيب، كل شيء بالسيارة بتحسه هيك في هارموني، عندك في عندك تناغم ما بين القطع، كل شيء المالك مسويه عليها في مكانه عن جد، لانه السيارة خفيفة الكبح فيها كثير قوي عن جد. تحس انه السيارة بتخفف بسرعة من غير اي مجهود. المالك ايضا زي ما شفته بالخارج زايد الكولينج او التبريد اللي فيها، وحاط عليها مبردات للزيت، لانه استخدامه للسيارة حيكون دائما قاسي، حيجلدها على الحلبة، فمحتاج التبريد الاضافي. شو رأيي فيها؟ كل شيء عندك فيها متناسق، الشعور بالستيرينج، انعطاف السيارة، البريكنج اللي عليها، ناقل السرعات، كل شيء فيها رهيب. هلا في شيء واحد بس انتقده بعض الناس والملاك، هو الدعسات. بقول لك الدعسات كثير بعاد من بعض، البريك، البترول والكلتش. بالنسبه لي انا حبيت هذا الشيء لانه مقاس رجلي كبير، فعندي راحه بالتنقل ما بين الدعسات. اللي رجله صغيره حيضيع، لانه عن جد رجله بتساع بين الدعسات. كم سعرها للسياره؟ اتوقع الوكيل ما عم بجيبها هون بالامارات، فبدك تشتريها انت وارد، او يمكن جاب كمية محدودة. سعر 210 220 230 الف درهم اماراتي. زي ما قلنا التزويدات اللي عليها هون لا تقيم. لونها على فكرة حتى للسيارة هاي ما بيجي من الوكالة بهذا اللون، المالك غير اللون. وبشكل عام تويوتا ابدعوا، بس عندي مشكلة واحدة معاهم، تويوتا ضايعين. يعني السيارة هاي وجدت بالحظ، ولكن ضايعين من ناحية التسمية. هاي السيارة اوكي جي ار يارس، ولكن تويوتا كثير قللوا من اهمية شعار الجي ار. يعني الجي ار بتشوفه على لاند كروزر، بتشوفه على الهايلوكس، يعني نوعوا بالتسمية، يعني ما خلصت المصطلحات من القاموس، استخدموا تسمية ثانية. يعني هاي الجي ار والهايلوكس جي ار عالمين مختلفين، فليش نفس التسمية؟ بس هذا انتقاد الوحيد، غير هيك الله يحفظ له اياها للمالك، والله يعطينا ويعطيكم. شكرا على المتابعة وعلى الدعم، نشوفكم الحلقة الجاي ومع السلامة.